ودي انا يتجهون الشباب لوزاره الزراعه، ترى عندها تمويل حتى تمويل خارجي. اذا كان عندك مزرعه في تركيا، مزرعه في السودان، هناك فرصه، وفي في في الباكستان في الرز هناك تمويل يسمونه التمويل الخارجي، اذا اثبتت انك تزرع شيء للسعوديه والانتاج يجي للسعوديه يعطونك. ايضا تمويل المحاصيل هذه الصحيه ايضا، او المورينجا العلبه تاخذها من الصيدليه ب 150 ريال. ولو تتجه وتنتبه وتقرا عن هالمكملات هذه وتعطيها والدتك او والدك، ربما يستغني عن كثير من الادويه، مقويه للعظام، مقويه للنظر، مقويه للجسم، منشط عام ومنشط عام ايضا، قاتله للسموم بشكل كبير. عليكم بالمورينجا يا شباب. جميله والله يا شباب.